تخطى 40 من عمره، عاش الفقر والحرمان، طعامه لم يتغير تقريبا طوال عمره، حيث طبق الفول في أفضل الأحوال. عاش يحلم بغذاء أو عشاء يتذوق فيه طعم اللحم. كفاية بقى، عاوزين نشوف شغلنا وأكل عيشنا. يابا عادي في إذن وقفين في الجرنال. قبضنا وصرفنا. يابا دي حاجة كويسة. جايز تكون كويسة، بس أنا مش عارف ليه قلبي مقبوض من الحكاية دي. شوفي مين يا تغريب؟ جرى ايه يا ربيع؟ يعني ايه قلبك مقبول؟ دي وسوسه شيطان. طب يا ريت كده يبقى صحفي كبير وله شان لو رنه. ربنا يجيب العواقب سليمه. ده معتمد يابا. ازيك يا معتمد؟ خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. انا عايز مراتي ان شاء الله بعد بكره الساعه 10 الصبح. واشمعنى الساعه 10؟ عشان هنطلع المطار، تذكره السفر جاهزه والحجز جاهز. لا اله الا الله، هتوحشيني يا حبيبتي. وانتي كمان يا امه هتوحشوني كلكم. ربنا معاك يا حبيبتي ويسعدك كده ويصلح حالك. وتزعلك ابي روحي اشتكي عند سيدنا النبي. يا ام عاطف، ان شاء الله ربنا هيهدي سرهم وهم في البلاد المباركه. يا رب يا رب، ابقي خلي بالك من اللي بطنك. تعالى سلم على اختك يا عاطف. حاسني قوي يا عاطف. انت كمان يا حبيبتي. انا مش عارفه من غيرك هعمل ايه. اجمالي يا نوره، ده وقت تضعفي قدام وجهك في الغربه. لو نطحك نطحيه، خليكي ند ليه، هو اللي يخاف منك مش انت اللي تخافي منه. يا ابن الله يسترك، اذا كان كل كلامك بالطريقه دي يبقى بلاش منه احسن. هو ايه اللي بلاش منه يابا؟ ما هو لازم يوعيه. الله يهديك يا بنتي. تحب اجي معاكي المطار؟ لا يا حبيبي كتر خيرك، ما تتعبش نفسك. بصراحة مش طايق ابص في وشه. لو ضايقك ابعتيلي. هو وصل؟ قابلوه انتوا. مع السلامة. السلام عليكم. ربنا يحفظك ويصونك. رجعنا بالسلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا مجلة الناس الشيك، مجلة الصالونات، وبعدين ده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها القيمة. معفن وعرقان وريحتك تقرف. يا مدام أنا كنت بدرس تعليم سواقة. سواقة إيه إن شاء الله؟ ليه ناوي تشتغل على تاكسي؟ لا، هيبقى عندي عربية وكمان فيها تكييف، وبعدين أي حد في مكاني كان هيبقى شكله وريحته كده حتى لو كان حضرتك. أقعد يلا. بقول لك أقعد. أنا سمعت إنك بتبيع بسبوسة بالليل، صح ولا لأ؟
وانا ببيع مخدرات، انا بساعد ابويا وبصرف على نفسي كمان. كلام الانشا بتاعك ده تقراه في الجرايد. لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه. طب وعيش ازاي؟ دخل شغلانه واحده ما يكفيش واحنا عيله. الصغير بيكبر. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، في شغلانه الصحافه دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم، واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي، وانت كده صبي مهما كان عندك امكانيات مين في الصحافه، طول عمرك هتفضل في نظر زمايلك بتاع البسبوسه. ما في عظماء كتير كانوا زيي واقل مني كمان. مش في مصر دلوقتي ومش في الزمن ده. بص حواليك وتعلم، جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير، وامشي منفوخ وابويا الباشا وامي اصلها تركي، لان ده سلو بلدك دلوقتي، ومعظم نجوم الصحافه الايام دي بيعملوا كده. انا قلت اللي عندي، تفهم ما تفهمش انت حر. ما تزعلش من كلامي، وافتكر ان السكر لونه ابيض والملح كمان لونه ابيض، بس الاتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد، فاهم؟ ايه رايك المكان حلو مش كده؟ جو تاني خالص، الحاره والمنطقه كلها يعتبروا سجن جنب الخاله والواسعه ده. عارف يا احمد، الولاد دول احسن من البنات في حاجات كتير قوي، يعني اهليهم مش بيخافوا عليهم زي ما بيخافوا على البنات. انا لو كنت وقت كنت خرجت وشفت الدنيا، لكن في بنات اهليهم ما بيخافوش عليهم. صحيح، بس انت ايه راي سيادتك بقى، انهو الاحسن، البنات اللي اهليها بيخافوا عليها ولا البنات اللي بتسابين كده يعني؟ لا طبعا، البنات اللي اهليهم خايفين عليهم. على فكره الكلام اللي انت قلته النوبه اللي فاتت عجبني. عجبك من حيث ايه؟ لا مش من حيث حاجه يعني، عجبني وخلاص. عشان كده كنت عايز اسالك كام سؤال كده. اسالي، هنا بقى كل واحد فينا يسال التاني على راحته. اسال انت الاول. ومين قال لك اللي انا ما اعرفكمش؟ ابوك راجل طيب، حلواني ممتاز، وامك ست طيبه هي واختك. اي نعم اخوك عاطف يعني متلخبط شويه، بس عادي يعني. طب وانا تعرف عني ايه؟ اعرف اللي انا شايفه دلوقتي، بنت حلوه وزي القمر، زي امها وابوها، وعشريه وتخطف القلب والعين. كتر خيرك. على ايه؟ عشان شايفنا حلوين يعني. بس احنا بقى، او انا يعني بالاخص، ما نعرفش عنك حاجه غير انك جدع طيب وعشري وشغال كشاف نار. طب انت عايزه تعرفي ايه بالتحديد؟ بص يا سيدي، انا بقى عايز اعرف اللي انت عايز الناس تعرفه عنك، بس من غير زواق. انا من الفلاحين. هو باين.